راديو الأهرام يقدم مكان في الوجدان مع جينا القش. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن شارع التحرير. شارع التحرير أشبه بعاصمة كبرى تجمع بين الماضي والحاضر، يبدأ بقصر ملكي ويضم عدداً من المنشآت السياسية والتعليمية والبحثية والفنية، ويربط بين ضفتي واحد من أطول أنهار العالم، وأرضه يحرسها بشكل دائم اثنان من رواد النضال السياسي. وقبل كل ذلك فهو شاهد حي وصادق على تاريخ مصر الحديثة. شارع التحرير من أطول وأشهر شوارع القاهرة الكبرى، أسسه الخديوي إسماعيل ليربط بين مركز قاهرته الأوروبية وامتداداتها الزاهية في الجيزة، وليكون فاتحة مرموقة لعصر سياسي واجتماعي ومعماري جديد. به ومعه ازدهرت حركة العمران والتحديث، وخططت شوارع وميادين، وظهرت أحياء وقصور ومتنزهات وقلاع فنية لم يكن للقاهرة القديمة عهد بها، فجميعها جاءت وفق النسق والتخطيط الأوروبي الذي شغف به إسماعيل. لذلك حمل الشارع منذ البداية اسم إسماعيل. وكان من العدل أن يظل إسماعيل على عرشه طوال التاريخ، غير أن قادة ثورة يوليو 52 للأسف لم يقدروا الماضي أو يعترفوا بجهود السابقين، فأطاحوا باسم إسماعيل من الشارع، رغم أن معظم تفاصيله وأبرز منشآته تصرخ حتى اليوم بذكراه، وجعلوه شارع التحرير. ينطلق شارع التحرير من ناحية الجيزة بتقاطع شارع السودان الذي يقع على أعتاب واحد من أكثر أحياء القاهرة ازدحاماً وفقراً، هو حي بولاق الدكرور الذي كان قبل إصلاحات إسماعيل عبارة عن قرية نائية تعرف باسم منية بولاق، ثم عرفت باسم بولاق الدكرور وحرفت إلى الدكرور بعد أن صارت موطناً لعدد من قبائل الزنوج قدمت إلى مصر من غرب إفريقيا، وإليها ينتسب الشيخ أبو محمد يوسف بن عبد الله التكروري الذي اعتقد أهل المنطقة في بركاته وكرماته. ومن أساطيره أنه كان بالقاهرة رجل فقير عثر على شيء ثمين، وقبل أن يعلن فرحه به اغتصبه منه رجال حاكم البلاد في ذلك الوقت، فهرع إلى نصير الفقراء الشيخ التكروري فتوضأ وابتهل، فردت إلى الفقير حاجته في الحال. الشيخ أبو محمد عبد الله التكروري ظهر في خلافة العزيز بن المعز الفاطمي، وظل يسكن بالمنطقة التي تقع على مشارف الشارع طوال حياته، وكانت منطقة نائية وسط الحقول الزراعية تبعد عن القاهرة بمسافة كبيرة. وعندما قيل له لما لا تغادر تلك المنطقة الخالية وتسكن المدينة، رد بأنه يشم رائحة كريهة إذا دخل المدينة. وعندما مات بنيت عليه قبة وجامع بأول الشارع، جدده ووسعه محسن الشهابي أحد أمراء المماليك عام 790 هجرية، وبعده نقله أهالي المنطقة وضريح الشيخ إلى داخل حي بولاق الدكرور. تلك المنطقة من الشارع كانت تقع على حافة الفرع الغربي لنهر النيل، وعندما تولى الخديوي إسماعيل حكم مصر في أول عام 1863 أمر بتحويل نهر النيل إلى مجراه الحالي، مستغلا حقيقة أن نهر النيل طوال تاريخه ينحرف تجاه الشرق. فطبقا لرسومات الفرعونية وأيضا رسومات كتاب وصف مصر الذي وضعه علماء الحملة الفرنسية، كان يمر أمام الأهرامات، ومجراه الحالي يبعد عن الأهرامات بحوالي 10 كيلومترات. انحسار نهر النيل تجاه الشرق وسع هذا الجزء من الشارع،
ورسخ مكانته كمنطقة زراعية خصبة كانت تمد القاهرة يوميا بمعظم ما تحتاج إليه من الخضر والفاكهة ومنتجات الحيوانات. لذلك فإن أقدم منشآتها على الإطلاق المركز القومي للبحوث العلمية، الذي وضع تصميمه ونفذه المهندس علي لبيب جبر بناء على مرسوم ملكي عام 1947. وبعد ثورة يوليو 52 أدمج في المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي، وأطلق عليه اسم المعهد القومي للبحوث، المعهد القومي للبحوث، ثم أصبح يتبع رئاسة الجمهورية، والغرض منه النهوض بالبحوث العلمية والتطبيقية لخدمة الزراعة والصناعة والصحة العامة. شيراتون القاهرة بني حديثا بالشارع فوق أطلال كازينو بديع مصابني، الذي شهد بدايات المطربين منهم فريد الأطرش ومحمد عبد المطلب وعبد العزيز محمود وغيرهم، كما كرس الرقص الشرقي كفن معترف به، ورقصت به سامية جمال وتحية كاريوكا، وشهد انكسار نجيب الريحاني الذي انهار وسط صالته تحت قدمي حبه الوحيد بديع مصابني. لكنها لم تبالي بحبه وجمعت أموالها الطائلة وهربت إلى لبنان. ميدان كوبري الجلاء يمثل نقطة استراتيجية بالشارع بالنسبة لحركة مرور القاهرة الكبرى وتاريخها السياسي والفني والمعماري، وكانت وسط الميدان حديقة من عجائب محليات القاهرة الكبرى، ليس لجمالها ولكن لأنها حققت رقما قياسيا في تغيير شكلها ومحتواها. فقد نصب فيها ماهر الجندي محافظ الجيزة السابق تمثالا للرئيس حسني مبارك، وبعد ذلك أمر الرئيس حسني مبارك بنفسه بإزالته. انتهت حلقتنا النهاردة، استنوني الحلقة الجاية في مكان في الوجدان مع جينا الإتش.